الموضوع ديالنا اليوم هو لو كونت ساتيليت دو لومبلوا. هذا الحساب اللي هو الذات الوطنيه هو فرع من الحسابات الوطنيه، واللي هي تهتم بالسوق ديال الشغل بارتباطه مع الانتاج وارتباطه مع جميع الهياكل الانتاجيه ديال المغرب كما تتعبر على معطياتها الحسابات الوطنيه. وهذا الحساب الفرعي ديال الشغل في المغرب هي اول مبادرات تقام بها في البلدان الافريقيه، وهي ثالث مبادره تقام بها رابع مبادرات تقام بها على الصعيد الدولي، اي انه سبقونا ايران واستراليا والدنمارك. واذا الفائده ديالها انتم غادي تكونوا عرفتوها بهذه الهضره اللي قلت. الفائده ديالها هي تعطينا لاول مره اننا نلقاو ذاك المعطيات اللي تنتجوها وتنوزعوها على الشغل بجميع دقائقها، ولكن هذه النوبه اكثر دقه وبارتباط وثيق مع مختلف القطاعات ديال الانتاج وديال كما تتعبر عليها الحسابات الوطنيه. كما تعطينا ايضا انه استفدت هذه العمليه من جميع الدراسات اللي تنقوم بها خارج الحسابات الوطنيه، دراسات حول الحسابات، الدراسات ديال المقاولات، الدراسات على المقاولات، الدراسات على القطاع غير المهيكل، واللي انا ما تنقولوش قطاع، تنقول لاسفير انفورميل، واللي كذلك على جميع المعطيات ديال الدراسات اللي تنقوم بها على الاقتصاد ولا على سوق الشغل ولا على الاسر. هذا شيء اللي هو اهميه ديال هاد لو كونت ساتيليت، واللي في الحقيقه تعطينا كذلك بعض المعطيات على كذلك الانتاجيه، لا العامه ولا الانتاجيه القطاعيه ولا ارتباطها بالاجور وبالدخل. السي زكريا سي زكريا غادي يعطينا دقائق ديال هذه الدراسة، ولهذا ما غاديش نطول أنايا، ولكن يمكن نستخلص بعض الأشياء. الأولى هي أنه في النهاية يتضح شيء اللي سبقنا لمسناه، هو أن ضعف الإنتاجية ديال القطاع الفلاحي ديالنا عندنا هو في النهاية اللي محور ديال الوضعية الاقتصادية بصفة عامة والإنتاجية ديال الاقتصاد ديالنا بصفة عامة. كيف ذلك؟ أولا لأنه كقطاع الإنتاجية ديالو ضعيفة، وهذا شيء كل شيء تعرفه. تقريبا 40% ديال العمال ديال الشغل، 40% ديال الشغل في المغرب في الفلاحة، ومعها
يلا 12% ديال الناتج المساهمة بالناتج الداخلي، مساهمة في 40% في الشغل، مساهمة 12%. إذن هناك إنتاجية ضعيفة، وهذه الإنتاجية الضعيفة تتعطينا واحد الفائض ديال اليد العاملة اللي هي تتكون إما تتجي الشتاء وتتكون كنتلقى باش شوية تتحرك، وإما تتمشي في حالها جزء اللي هو ديال النساء تتخرج كاع من الساحة ديال الشغل، تتخرج كاع من الساحة ديال الشغل، وإما تكون واحد العمل ديال توظيف ذاك اليد العاملة في أشغال بسيطة، في أشغال ذات مستوى ديال الإنتاجية أضعف، واللي تتساهم في ذاك التوسيع ديال الدائرة ديال القطاع، ماشي القطاع أنا تنسميه، ديال اللي تنسميه غير المهيكل، غير المهيكل. هذه من الأسباب ديال ذاك التضخم ديال القطاع المهيكل، واللي تيجعل أنه ذاك الفائض ديال اليد العاملة في الشغل تتنمي هذا القطاع ديال غير المهيكل، وتتنمي واحد العدد ديال القطاعات ديال الأشغال البسيطة في الميدان ديال التجارة الصغيرة ديال تدوز من هذاك اللي تيدير الكروسة حتى هذاك اللي الفراشة حتى إلى آخره، وهذا العمل وهذا المظاهر تتكبر من حيث تيكون القضية ديال تيكون هناك واحد لا سيشغيس كونتيليا أنكور لا سيشغيس، واللي هي بكيفية واحد مستدامة اليوم بواحد الشكل اللي هو تيتنامى مع القضية ديال الكليما. إذن هنايا عندنا هاد الوضعية تتساهم في الانخفاض ديال الإنتاجية ديال الاقتصاد ديالنا ككل، وهذا الانخفاض ديال الإنتاجية تيفسر كذلك الانخفاض ديال الأجور اللي هي حتى في القطاعات اللي عرفت ارتفاع ديال الانتاجيه بحال الصناعات بحال بعض القطاعات ديال التجارات اللي عندها واحد القيمه مضافه مرتفعه، الاجور ما ارتفعتش. هذا غادي نجيب له يمكن من بعد، ولكن هذا اللي هو مهم. إذن هو قلت هذه الوضعيه ديال الفلاحه ديالنا سبب في جوج ديال الاشياء، فهذا بحال قلت ديال لو سيكل دو ترافاي اللي ما كيلقاش فين يشتغل، وما تيلقاش ازاء هذاك الوضعيه ديال الشغل اللي هي كاين فيه فواحد الفائض، ما تتلقاش واحد المجال اللي فيه الصناعه مثلا، الصناعه الا ديال لقينا صناعه كبيره اللي هي تتستهلك التكنولوجيا اكثر وما تتشتغلكش اليد العامله. ما بين هذيك الصناعه الكبيره اللي هي ضروريه ومزيانه وخصنا نكون عندنا، وخصنا الان عندنا ظروف دوليه اللي في صلاحتنا اننا نستغلوها باش يمكننا ننميو هذيك الصناعه ديالنا الكبيره اللي غادي تعطينا واحد الوجود في لي شين دو فالور ديال الانترناسيونال. مزيان، ولكن خصنا داك ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه اللي تنتج اللي تدير صناعه متوسطه اللي هي تستوعب داك اليد العامله المتوفره من الفلاحه وتتعطيها تكوين، لان داك التكوين بالفعل كيف تيقولوا الامريكيين هذا شيء باين منخفض المنتوجيه. الجانب الاخر حتى هو اللي تيعطينا، قلت انه عندنا ذاك ذاك اللي نسميها انايا ذاك
لاسفير انفورنيل انفورنيل تيت كبير. علاش تنقول اسفير انفيرنال 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 بيتيت سفير سفير انفورنيل هي انفيرنال بالنسبه اللي تخدموا فيه انفيرنال لانه لانه المنتوجيه فيه كبيره والشغل فيه الشغل كاين المتوسط ديال العمل في القطار غير المهيكل او في هذاك الصفات غير المهيكله كان يشتغلوا الناس 145 في المتوسط 145 ساعه اكثر من الشغل في القطاعات الاخرى. ولكن المستوى ديال الدخل ديالهم ديال الاجور ديالهم منخفضه اكثر من خمسه نوبات اقل من المتوسط ديال الشغل في البلاد. اذا من حيت قلت انفيرنال سي انفيرنال بالفعل حيت الناس ماشي في ماشي في الانفورميل لانه بغى لانه مفروض عليه يعيش. هاد القطاع اللي تنسميوه حنايا قطاع غير مهيكل انا تنتمنى اننا ما نبقاوش نقولوا له في القطاع نقولوا له انسفير نقولوا له دائره لانه في القطاع الصناعه وتتلقاه في القطاع ديال الفلاحه وتتلقاه في القطاع ديال التجاره وتتلقاه في القطاع في كل القطاعات عندها. ثم اذا قلنا هذا قطاع مبدئيا كيخصنا ننميوه لانه الدور ديال التنميه او النمو هو تنميه كل القطاعات الى او غادي بالتالي الى سميناه قطاع تعطيه واحد المشروعيه ديال الوجود الى ليجيتيميتي ديكزيستانس. اذا تيخصنا في حين انه كل قطاع من القطاعات فيه انشطه غير وبالتالي كيخص كل قطاع يهتم بالتنظيم ديالو بادماج القطاع الانشطه غير الانتاجيه. هذه ما بين قوسين. ولكن نزيدو نشوفوا النتيجه ديال هذه الوضعيه ديال فلاحه غير ذات انتاجيه بسيطه مع واحد الفائض ديال الشغل وقطاعات لا ما فيهاش الصناعه وما فيهاش القدره على استيعاب هذا الفائض. من النتيجه ديالها هو الانعكاس على الاجور. فلقاو ان حتى القطاعات اللي عندها واحد الانتاجيه مرتفعه ناخذوا مثلا القطاع ديال السيكتور بريمير ككل ديال اللي فيه الفلاحه فيه الفلاحه العصريه اللي تتشغل الشغل اللي تتشغل اليد العامله والصناعه ديال لابيش ديال الصيد هذه تتلقى بان الانتاجيه ديالها مرتفعه ترتفع ب 4.4% سنويا. ولكن حتى نجيو الاجور تلقاو تنخفض 1.7. وكذلك في العدد ديال القطاعات الانتاجيه واخا ترتفع الانتاجيه يعني علاش؟ لانه من حيث يكون عندك بهذا الحجم فائض ديال اليد العامله صاحب راس المال تيكون عنده واحد القدره على 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 قدره تفاوضيه اكبر باش ما تيكونش في الضروره انه يرفع الاجور. اذا هذا الانعكاس على الاجور عنده واحد الامتدادات لانه الارتفاع الاجور اللي ما ترتفعش معناها انه مع الارتفاع ديال الاسعار مع هو انخفاض ديال الاستهلاك والانخفاض ديال الاستهلاك عنده الانعكاس ديالو على النمو لانه الاستهلاك جزء اساسي من العوامل ديال 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 زياده على بطبيعه الحال القدره على 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 على, 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 على
زيادة على الجوانب الاجتماعية اللي هي ضرورية. لا إذن في النهاية كن باش نختصر، حتى كاين هناك كذلك بما أنه كاين مدار الغيوي هنا، هاد الوضعية هذه كذلك تتعطينا واحد الانعكاس على الضعف ديال لا فيمينيزاسيون ديال لامبلوا، لانه كنلقاو حتى في القطاعات المتقدمه في الاقتصاد ديالنا المراه القدر ديال المستوى ديال المشاركه ديالها في 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 الشغل قليله، ما تتعداش على العموم واحد 5% في القطاعات اللي هي متوفره اللي هي نعطيكم هنا واحد البوست، نعطيكم واحد الرقم يعني اللي هو تار انتباه ديالي، لا بروبورسيون دي فام اوكيبون دي بوست دو كادر دو تكنيسيان نو ديباس با 15% دو لا بوبولاسيون فيمينين اللي خدامه تشتغل. وهذا الشيء ماشي غير في حتى في القطاعات اللي هي متقدمه بحال الاداره بحال هذا ما تتعداش 30% ديال. وعلاش؟ لانه من حيث كيكون الانسان في واحد المجتمع اللي هو مجتمع ذكوري واللي فيه قله ديال الشغل، اي انه فيه الصراع من اجل الوصول الى الشغل، الصراع تيكون دائما لفائدة الأقوى اجتماعيا في العلاقات إذن في النهاية بغيت ننهي هذا التدخل اللي بغيت يكون قصير أكثر ما يمكن، واللي غادي يمكن لكم توسعوا فيه أكثر مع المعطيات اللي غادي يعطينا السي زكريا ومدام ليلي بتفري. اسمحي لي جوزي اوبليي لانه انت يا غاتر في لا كونتابيليتي ناسيونال، سي نوتر كونتابل ناسيونال اللي كانت لها هي الدور الاساسي في انشاء هاد الحسابات الوطنيه، لحين ان القطاع ديال لا دي بي بي اللي فيه السي زكريا كان لهم الدور في التحليل ديال المعطيات اللي جابت لنا السيده النيلي. اللي بغيت نقول في النهايه هو ان في النهايه اللي عندنا مطروح علينا او اللي تيطرح علينا هاد الحساب الفرعي ديال الحسابات الوطنية تيطرح علينا لا كيستيون فوندامونتال دو نوتر موديل دو ديفلوبمون c'est-à-dire que تيطرح علينا انه ما بين فلاحة اللي خصنا نغيروا النموذج ديال التنمية ديالها باش تخطب اكثر ما يمكن من اليد العاملة المتوفرة. علاش؟ لانه علاش عندنا واحد القطاع كبير ديال اليد 97% ديال لي فام سي جو مثلا. Il faut qu'il soit intégré dans la coproduction. Or, هذيك لا القطاع ديال الفلاحة اللي كانت تستوعب ذاك اليد العاملة اللي هي سي لاغريكولتور فاميليال، لانه هاد الفام كي ترافاي لا بليبار سي دي فام كي ترافاي دان لي زيكسبلواتاسيون في فاميليال، واللي من حتى تجي الشتا ما عنده فين يمشي. اذا
تكنولوجي دومينون فلا 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 يكون يكون ديفلوب فوس لاغريكولتور نو بيرمي با سيت لانتيغراسيون دي بيتيت ام سي ولهذا تلقى تتلقى القطاع ديال الفلاحه اللي هو متقدم لا تكنو لا برودكتيفيتي ديالو اكستريمون ايليفي ولكن لومبلوا اي تري فابل. Alors que là où il y a une activité, une main-d'œuvre qui est utilisée, utilisable pour les exploitations familiales, elle est complètement oisive. Elle, quand il y a de la pluie, on essaie de faire quelques travaux, mais s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas. Or, il y a des modèles technologiques qui permettent d'intégrer ces exploitations familiales par des techniques qui parfois ont eu le temps de se développer et de constituer un patrimoine important, qui savent comment faire l'utilisation, comment économiser l'eau, comment intégrer l'élevage dans l'agriculture, comment intégrer l'arboriculture avec la céréaliculture, comment créer un système d'exploitation qui soit un peu plus La deuxième question, c'est que pour nous, il est indispensable d'avoir entre ce secteur de l'agriculture, qui de toute façon va devoir émettre de la main-d'œuvre à utiliser. Il faut qu'il y ait entre les grandes industries et l'agriculture tout un secteur d'industrie manufacturière, toute une industrie de petites et moyennes entreprises qui soit dans la production, dans la production qui fait cette jonction et qui permet à cette main-d'œuvre de se... C'est donc une question importante que ce compte satellite nous permet de soulever à la suite des données qui vont être fournies par le compte satellite. Mais je voudrais, avant de terminer, et j'aurais pu peut-être le faire dès le départ, parce que ce travail que nous avons fait, nous l'avons fait en partenariat avec l'OIT, avec l'Organisation mondiale du travail, avec l'Organisation internationale du travail. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.